السلام عليكم من المدينة المنورة، قبل أذان المغرب 20 دقيقة ندعو لكم يا ربي يرفع عنا البلاء والوباء، يصل أهلنا بالعراق وفي كل مكان، من حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يجعل لكم زيارة ويستقر في هذا المكان في كل سنة وكل عام، آمين يا أرحم الراحمين.